مركد متحدثا عن مجلس الاداره ومستشارا ده في النادي بس، اعلاميا. في ملك مكتبة، انت عايز في تجرني ملك الموضوع مكتبة مش لا. هيحصل. طيب بمناسبة الإسماعيلي والهري اللي بيحصل وبيوتر العلاقات بين الجماهير أكتر، ودي المسألة الحقيقة الخطورة في هذا الموضوع في جزئية الجمهور، لما يبقى الإسماعيلي متصدر وفرقة ماشية كويس فيتقال الحقيقة ده الأهلي عارض 10 مليون عشان يضم حارس الإسماعيلي، وكمان في الانتقالات الشتوية شوفوا انتوا بقى دي ممكن يعمل ازاي. لا هو طبعا على مستوى الاداره هتبص للخبر وتضحك لان فاهمه ان هو ما حدش كلمهم، لكن المشكله على مستوى الجماهير، عمليه الحقن عند الجماهير المستمره دي والتاريخ بعد شويه يتشوشر عليه ويتقال لك الاهلي والاسماعيلي كلام عاري من الحقيقه في معظمه. طب خد بقى دي، هات رضا سيكا واحد من هؤلاء اللاعبين اللي كان في الاسماعيلي وانتقل للزمالك ومشي من الزمالك بعد ماتش 6-1، يعني مباراه بيبو وبشير كانت نهايه وجود رضا بالمناسبة سيكا في نادي الزمالك. دي كانت أول مباراة له. رضا سيكا كاتب لجمهور الاسماعيلي العظيم وجمهور الزمالك العظيم بعد تعادل النادي الاسماعيلي وابعاده بفعل لجنه الحكام وتأخر نادي الزمالك وبعد وبعده بنسبة كبيرة عن الدوري بفعل اللاعبين وركوب الأهلي الدوري، الدورة هيكمل وكذا في كأس العالم والدوري أهم وكذا في كأس العالم، وبقول لو النادي الإسماعيلي أو نادي الزمالك أول الدوري حاليا بنفس نقط النادي الأهلي الحالية وفوزوا في 3 مباريات المؤجلة يعني فرق عن التاني ب 20 نقطة، صدق أخوه كان المسؤولين في لحظة طلع قرار غصبا عن جميع الأندية انت بتقرا ايه يا إن استاذ الدوري ابراهيم؟ يتلغي. انت بتقرا ايه؟ بتقرا ايه؟ يا راجل نط على خبر تاني. ايه الكلام ده؟ ده عمال قاعد يعني خلاص. يعني عايز اقول لهم ان احنا يا دلوقتي استاذ ابراهيم عشان الاسماعيلي متقدم فالدوري ممكن يتلغي عشان كأس العالم، لكن مش هيتلغي لو الأهلي ركب الدوري. ليه؟ الأهلي لو مش فارقة معاه، لأن لو اتلغى هيتحسب بطل الموسم الماضي. ما تدخلش الأهلي بجملة قال لك مفيدة. دلوقتي مش هيتلغي لغاية لما الأهلي يشوف ده هيعمل ايه. بالعكس. يعني اللي أنا عايز أقوله كفى تأجيج لهذه النار المصطنعة. يا جماعة خلي عندكم شيء من المسؤولية. يعني كل واحد عايز يكسب يكسب بدراعه. وبيقول لك هو اصل الدوري يتلغي لو الاهلي بعيد عنه. ما دام الاهلي ما عندوش فرصه ياخدوا الدوري، لو الزمالك اللي راكب او الاسماعيلي هيلغوا له الدوري اكراما للاهلي لانه ما دام فقد البطوله، ده المنطق اللي بيتقال. والله الشباب الصغير اللي قاعد في الشارع على القهوه عنده منطق عن كده، وعنده معلومه كمان اكتر من كده وافيد من كده. لانه حتى البطوله بتاعه 90 لما تاهل منتخب مصر لكاس العالم اللي بيفكر الراجل كان ده الاهلي متصدر الناس بيها جدول الدوري في 90 يا عم الحاج الاهلي كان الاول ب 34 نقطه. الاهلي وقتها لما الدوري اتلغى كان كل الانديه لعبت 12 مباراه، هو ده الدوري يا عم سيكا، هو ده الجدول. الاهلي كان متصدر الدوري وقتها ب 34 نقطه والزمالك الثاني ب 30 نقطه، والترسانة الله يرحمه بقى كان عنده 22 نقطة في المركز الثالث، غزل المحلة كمان الله يمسيه بالخير كان عنده 20 نقطة، الإسماعيلي كان في المركز الثامن كان عنده 15 نقطة. فلما اتلغى الدوري الطرف اللي أدير بشكل مباشر هو الراجل اللي كان راكب الدوري ده، كان عنده 34 نقطة. مش تقول لي الدوري اتلغى ساعتها علشان الأهلي ما كانش عنده فرصة فقال لك نلغيه خلاص بلاها دوري. هي دي الحقيقة. أرجوكوا بلاش تصدير معلومات غلط للناس، والشباب الجديد يبني معلومات أو يبني آراء ووجهات نظر غلط وتبدأ العملية تحتقن. صدقوني كل الضخ اللي أنتوا عملتوه ده هو اللي أوغر صدور الناس في بورسعيد، وهو اللي وتر الأجواء في الإسماعيلية، وهو بسبب هذا الجهل الممقوت، الجهل الغريب العجيب. ما هو من حقك تدافع عن الإسماعيلي، والإسماعيلي عنده كورة جميلة وعنده تاريخ رائع وعنده نجوم أفزاز يدافع بيهم، لكن مش
بالتحريض ضد الاهلي واثاره الجماهير ضد الاهلي وضخ معلومات وكلام فارغ وغريب وعجيب وغير صحيح. ارجوكوا بلاش اللعب بالنار الى هذا الحد. الغاء الدوري ساعتها في بهذا الشكل اديكم شفتوه. ما اعتقدش ان السنه دي ممكن حد يلغي الدوري، لانه كمان الافندي ده المفروض لعيب كوره وفاهم انه منتخب مصر فيه حاليا معظم اللعيبه من المحترفين بره مصر. يعني انا لما يبقى عندي 15 لاعب من المحترفين بره مصر الغي الدوري المصري ليه؟ يعني انت اصلا حتى لو لغيت الدوري عشان تجهز ال 10 12 لاعب اللي من الدوري المحلي مش هياخدوا محترفين، مش هيلعبوا الا في الاجنده الدوليه بتاعت الاتحاد الدولي. المسائل ما عادتش زي الاول. فبالتالي يا عم لا الدوري هيتلغي ولا كوبر طلب الغاء المنتخب، لانه في الحاله دي هيلغي كل الدوريات اللي المحترفين بتوعنا فيها. فارجوكوا قليل من العقل شويه. زي النهارده في 15 ديسمبر 1950 الاهلي فاز على الزمالك 2-0 في الدوري، سجلهم توتو ومحمد الجندي عليهما رحمه الله. 13 ديسمبر 2016 الاهلي خسر من انترناسيونال البرازيلي يا باشمهندس في سيمي فاينال كاس العالم للانديه 2-1، وكان جاب الهدف فلافيو. انا كنت المنسق الاعلامي اللي بياخد الفرق يدخلهم المؤتمر من خلال وانا ما كنتش هناك. لا انت كنت هناك، بس انا بقول لك انا كنت المنسق الاعلامي اللي بياخد الفرق. ايوه من اوضه يا عم ابراهيم استنى. انت كنت تحت؟ كنت تحت وانت فوق؟ لا انت ما كنتش تحت. ايوه طيب انا كنت تحت في الميكسد زون. عند في الميكسد زون هحكي لك حكايه في الميكسد زون. قول. فانا رايح اجيب مال جوسيه من الاوضه، وانا رايح عديت على الاوضه بتاعت انترناسيونال. هو كسب 2-1 منهم جون كان باكو لعيب طالع وبيقولوا ايه ان ده اهم لعيب. شوف حسن مصطفى رجع له الكره ازاي وهو راجع من الاوفسايد. هو ده الجون اللي خسرنا بيه. لو حسن مصطفى ما رجعش الكره دي فلقيت المدرب صوته قد كده وبيزعق. فسالت حد من الناس اللي بتفهم يعني المرافقين دول الصحفيين اللي عندهم قال ده بيقول احنا ما نستحقش الوصول للفاينل اللي كان يستحق النادي الاهلي، وانتوا الحظ خدمكم. بالمناسبه انترناشونال كسب برشلونه في الفاينل وخد البطوله، يعني انت خرجت من البطل ومش بقيت التالت، عشان كده انت كسبت كمان كوبا امريكا في التالت والرابع. فاللي عايز اقوله لك ان نفس انترناشونال ما كانش شعر بالجداره لما جه المؤتمر الصحفي استاذ ابراهيم، يمكن ده انت تكون حضرته بقى، بتاع برشلونه قبل الفاينل، فقال وي ار لاكي، قال كده بالظبط ان احنا تخطينا هذا الفريق، ان احنا ما قابلناش النادي الاهلي. يو هاف تو سفر تو بيت ساتش اورجنايزد تيم، عليك ان تعاني امام فريق منظم بهذا الشكل، لان تغلب او تضرب مثل هذا الفريق المنظم. كويس. فطبعا الاهلي كان سايب سمعه حلوه قوي، عايزين نسترد ده. طيب احنا عندنا ايه يا شارب دلوقتي؟ طيب نشوف اهداف المباراه. مساحات امام فرنانداو الكابتن على طول يتواصل والشمعة وعماد النحاس في التكتيك والمساعدة والعكسية والهدف الاول، الهدف الاول لالكسندر باتو. يبدو ان اللاعب عائد من موقع متسلل. على كل سنتابع مشاهدينا الكرام من جديد المرعب البرازيلي الكسندر باتو، يبدو انه هو من سجل الهدف الاول. هل هو في موقع متسلل ام لا؟ هفوه دفاعيه من النادي الاهلي بصراحه نحن في غير عنها. والمدرب البرازيلي ابيل براغا 54 سنه وكاني بيقول للشعب البرازيلي نعم نعم الكسندر باتو هو النجم القادم للكره البرازيليه. هذه العكسيه كانت من عماد النحاس، تدخل من حسن مصطفى في تاكلينج، ولكن بالاخير الكسندر باتو يعطي الاسبقيه للكره البرازيليه في توقيت مقاتل جدا.
على كل نتمنى ان هذا الهدف. طبعا مشاهدينا الكرام اسم الفريق انترناسيونالي بورتو أليجري كان اساسيا بالفريق الايطالي انترناسيونالي انتر ميلانو لرانسوري المتاسس قبل الفريق البرازيلي بسنه واحده سنه 1908 لانتر الايطالي 1909 لانترناسيونالي البرازيلي. طارق الصعيد وجول جول 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 فعلا عمادو عمادو الانجولي يا سلام الاهلي الفنان الاهلي الفنان فلافيو عمادو يقتنص كوره بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر من طارق الصعيد ويضع الكره في شباك الحارس كليمر. شوف 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 الاهلي بيعمل ايه. شوف كوره فلافيو ولا احلى يا سلام على الاهلي الفنان ولا فعلها سلطان الزمان وكوره في الشباك البرازيليه براسيه انجوليه مصريه عربيه والاهلي يرجع في المباراه يعود في اللقاء 1-1 والنتيجه ولا منطقيه ولا الكوره تنصف النادي الاهلي وتاتي هدف التعديل وسياتي حتما هدف التاكيد والعبور والمرور. الاهلي الكبير الاهلي القدير ولا قدير يا ويلك يا ويلك ويا طول ليلك يا كليمر سترجع للبرازيل وستحكي كل الحكاوي عن العملاق الكبير الاهلاوي. اهلي مصر كله سحر وما زال ما زال ما زال ما زال مبروك علينا هذه البدايه وما زال ما زال الاهلي يتسلطن يتعملق في الملاعب اليابانيه وعدنا الفريق بطل افريقيا هو بطل عالمي. ويا سلام كرة فضائية من فلافيو أين هو كليمر في مهب الرياح في مهب الرياح كليمر البرازيلي الذي متواجد على يسار دفاع النادي الأهلي في جدار أول أمام الركنية إن شاء الله تمر فترة الهيجان البرازيلية بكل السلام. كرة طويلة والهدف الثاني الهدف الثاني مشاهدينا الكرام لويس أدريانو بدون مراقبة دفاعية حرام ولا حرام أن يأتي هذا إلى الميدان من غلطة في التمركز الدفاعي من جانب النادي الأهلي ولويس أدريانو يرجع الأسبقية البرازيلية. شوف بدون أدنى مراقبة بوصول متأخر في التمركز والحراسة لعماد متعلي. اتفضل باشمهندس. يعني ماتش كل ما تشوفه تتأسف انك انت يعني الفرصه راحت مننا لان كنا متسيدين المباراه تماما يعني. بقول لك كان في سخ بس كويس انه جاب كل اللقطات والوقت الطويل ده يذكر الناس باداء النادي الاهلي وقدراته. وخلي بالك ان طارق السعيد هو محمد صديق لعبه في النادي الاهلي اقل من سنه ونص 5 بطولات ووسام. والاوفر اللي عمله طارق السعيد ده اعتقد انه في تاريخه بيسجل بالاحرف لانه هو اللي ادى الكره لفلافيو. عمل ماتش جميل جدا جدا. طيب دي كانت الاطلاله الاخباريه ولكن الاهلي يبذل جهودا كبيره من اجل تصحيح المسار الكروي من بكره بعد الفاصل.